اوكي، النهارده يعني محاضرة الأسبوع الثاني أو Lecture 2، هنكمل في الانترودكشن للـ VLSI أو الـ Integrated Circuit Fabrication. اوكي، Fabrication of Integrated Circuits. في الغالب الـ Chips of Integrated Circuits بتتصنع في مصانع بتكون يعني مساحتها كبيرة جدا، وبنسميها Fabs. والفابس ديت أهم ما يميزها، وده يمكن اللي بيمنع إنشاء مصانع للإنتجريتد سيركتس فابريكيشن أو الـ VLSI فابس في أماكن كتيرة، إنه لازم يكون عندنا كلين رومز. كلين رومز دي بيقيسوها يعني بالـ number of dust particles per cubic meter، وبتكون مثلا جريد A كلين روم يكون فيها مثلا 50 dust particles per cubic meter، يعني 50 ذرة تراب موجودة في المتر المكعب. لأن طبعا واحنا بنصنع المايكرو بروسيسور فور اكزامبل، لو في ذرة تراب وقعت على الشيب وبوظت، بوظ لها 3 4 مايكرو بروسيسورز. كل مايكرو بروسيسور الفاب لاين ده بيبقى يعني يتوقع انه يبيعه ب 300 $400. فالدست بارتكل لو ضيعت 3 4 مايكرو بروسيسورز يعني معناها نتكلم في خسارة مثلا $1000 ولا حاجة. وبعدين الصعوبة إن الكلين روم دي مش بتكون حاجة صغيرة، بتكون كبيرة جدا، يعني بمساحة ملعب كرة قدم زي ما احنا شايفين هنا. وكمان الناس بيلبسوا الباني سوت، البدلة اللي انتوا شايفينها دي بدلة بتكون معقمة ونظيفة جدا، وحتى التنفس بتاع الراجل المفروض ان هو ما يطلعش على الويفرز، فالهواء بتاعه بخار الماء اللي بيطلع منه بيشوف له سكة تانية غير سكة الويفر. وله اشتراطات طبعا للناس اللي بتشتغل، وانه يكون يعني بعد ما دخل حمامه وعمل كل حاجة يقعدوا كده بتاع ساعة لغاية ما ينشف ومفيش حاجة تطلع منه، ويلبس الباني سوت ويستنى، وبعدين يخش جوه المصنع ده، يعني بحيث ان ايه يضمن ان مفيش اي تلوث ممكن يحصل. مش المقصود بيه يعني الصحة بقدر ما هو المقصود بيه ان الويفرز ما تتلوث وتبوظ الانتجريتد سيركتس اللي بيصنعوها على الويفر. اوكي، الفابريكيشن ستيبس بقى اللي هنشوفها بالتفصيل هنا، ان احنا اول حاجة بنجيب الويفر، وغالبا ما بتكون بي تايب، يبقى الويفر بتاعتنا بتكون بي تايب ويفر. وهنشوف بقى ازاي ممكن نعمل انفرتر من البوتوم اب، نبيلد انفرتر فروم ذا بوتوم اب، من اول تحت لغايه فوق، كل الستبس اللي موجوده عشان نعمل بيها انفرتر. وزي ما اتفقنا الانفرتر هو البيلدينج بلوك لاي ديجيتال انتجريتد سيركتس، لان بعد كده اي جيتس بنعملها بنيجي على البول داون نتورك او ال N type transistor، ونعمل different combination parallel و series، ونعمل ال complement بتاعها في ال P، نقدر نجيب ال function اللي احنا عايزينها او ال digital network اللي احنا عايزينها. اوكي، يعني معنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان ال inverter اللي هو فيه بيكون ال pull down a single N type transistor و pull up a single P type transistor. لو انت عايز اكتر من N type transistors متوصلين بأي كيفية، الـ steps اللي انت بتستخدمها في عمل الـ N type للـ inverter هتعيدها as many times as you wish. عشان كده الـ inverter بيكون هو الـ building block لأي digital integrated circuits. والـ technology لما نيجي نقيس الـ performance بتاعها بنعمل inverter لها، ونشوف الديلي والباور والكلام ده كله للانفرتر اللي هو هينعكس على الانتجريتد سيركتس بعد كده از هو. واول ستيب في صناعه الانفرتر ان احنا بنعمل ان ويل. بنعمل ازاي بقى الان ويل؟ اول حاجه يو كفر كل الويفر، كل الويفر ببروتكتيف لاير اوف سيليكون دايوكسيد، يبقى الويفر كلها نغطيها بسيليكون دايوكسيد. وبعد كده السيليكون دايوكسيد ده بنشيل جزء منه في مكان
ال N well. يعني احنا عايزين نعمل N well في مكان ما على الويفر. اول حاجة بنغطي بالسيليكون دايوكسيد، وبعد كده بنشيل السيليكون دايوكسيد زي ما قلنا، ده بروتكتيف لاير بيمنع اي اتومز تقدر تخش داخل الويفر دي الا في المكان المعين اللي هشيل منه السيليكون دايوكسيد. وبعد كده من خلال هذه الفتحة او هذا المكان اللي انا شلت منه سيليكون دايوكسيد، ممكن بقى احط الدوبنت اتومز عشان احول الويفر من كونها بي الى ان. بعملية دي العملية بنسميها اما ديفيوجن او ايون امبلانتيشن. ديفيوجن ان انا بجيب جاز من مثلا البنتافيلنت اتومز، ولتكن الارسنك هنا، جاز من الارسنك تحت بريشر معين وتمبريتشر معين واديله وقت معين يحصل ديفيوجن، يقعد يتساقط كده على البي تايب ويفر اللي موجوده من خلال الفتحه دي لغايه ما يحولها الى ان تايب. او بقى حديثا بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا بيم اوف ارسنك ايونز ويسلطوه على المكان ده، هو كانه مع كده جان بيسلطها على المكان اللي هو عايز يحوله من بي الى ان. وده طبعا بتكون عمليه ادق، يعني حديثا بيعملوا ايون امبلانتيشن، لكن عموما بيقولوا على البروسيس ديت ديفيوجن بروسيس. اوكي، بعد ما عملنا كده هنشيل بقى السيليكون دايوكسيد من على كل الويفر. خلاص بقى حطينا فيها دلوقتي الويل، ويبقى هنا كده اهو ديت ايه الستارت اوف اوف ذا ويفر. هيبقى ايه يعني كده بير ويفر معلاش اي حاجه، كلها بي سبستريت. نيجي نعمل بقى عمليه الاكسديشن. ازاي بيحصل؟ ان انا بحط على السيليكون في درجة حرارة من 900 ل 1200 درجة سنتيجريد، وبعرض الويفر ديت إما لبخار مية H2O أو إذا كان عندي أكسجين بحط الأكسجين في درجة الحرارة دي وأسيبه وقت معين لغاية ما تتكون عندي طبقة السيليكون دايوكسيد اللي إحنا شايفينها دي. يبقى دي طبقة سيليكون دايوكسيد كوناها فوق الويفر ديت، هي قلنا البروتكتيف لاير. بعد كده عايز أعمل فين الـ N well؟ لازم أشيل مثلا لو عايز اعمل ان ويل هنا، يبقى لازم سطح الويفر من هنا يتعرى خالص واشيل السيليكون دايوكسيد اللي موجود هنا. العمليه دي بتتم عن طريق حاجه بيسموها الليثوغرافي. يبقى هو الليثوغرافي بيبقى في عندي ماده من البوليمر بنسميها فوتو ريزيست، فالفوتو ريزيست دي بحطها فوق السيليكون دايوكسيد واكون طبقه من الفوتو ريزيست. ميزه بقى الفوتو ريزيست ان هو لايت سنسيتيف وهو اورجانيك بوليمر زي ما قلنا، لايت سنسيف، يعني بقدر اجي اعمل بقى ماسك. الماسك ده اخلي الجزء اللي انا عايز اشيله من السيليكون دايوكسيد يتعرض في الفوتو ريزيست الى الترا فايولت مثلا، وبعد كده بقدر اشيل الجزء اللي اتعرض للالترا فايولت ده باي اتشنت او كيميكال سولوشن، وبقدر احدد فين بالظبط المكان اللي انا عايز احوله من P إلى N، وده اللي احنا بنسميه الـ N well. أوكي، وميزة بقى الفوتوريزيست إن هو لما بيتعرض لللايت بينعم كده وبقدر أشيله بسهولة. فآدي الإيه الستيب التانية، إن أنا بحط طبقة الفوتوريزيست دي فوق طبقة الأوكسايد. يجي بعد كده إيه بقى اللي احنا عايزينه؟ هنجيب عايزين ماسك، والماسك ده نفتح فيه فتحة ونعدي منها الترا فايولت عشان الجزء اللي هيتعرض للالترا فايولت من الفوتوريزيست هقدر اشيله بسهوله. اوكي، الليثوغرافي بنسميها ليثوغرافي او ليثوغرافيكال تكنيك، اكسبوز الفوتوريزيست ثرو الان الان والماسك ويستريب اوف الايه الفوتوريزيست تشيل. ادي الان والماسك، كل ده ماسك اهو، الماسك بطول الويفر كله، كل ده هيكون مسدود مش هيتعرض اي فوتوريزيست للالترا فايولت. الجزء ده بس هو اللي هفتحه وعرض الايه وعرض الفوتوريزيست من خلاله الى الالترا فايولت اللي تمكنني من بعد كده اشيل بقى الفوتوريزيست. الجزء اللي اتعرض اهو سهل جدا شيلته كده بقى باتشنت، مظبوط شيلته خالص من على سطح الويفر. طبعا كل ده لان في النهايه انا عايز
احمي كل الويفرز هنا وهنا واسيب بس الجزء ده اللي انا عايز اعمل فيه واحوله من كونو بي الويل احوله من كونو بي الى ايه الى ان. اوكي يبقى الجزء ده من الفوتوريزيست هعرضه للالترا فايلوت وبعد كده هجيب اتشنت كيميكال سولوشن كده يدوبه ويشيله. اوكي عن اتش وبعد كده الاوكسايد بقى اللي انا حطيته ده برضو انا مش محتاجه عشان عايز اعري الويفر احاول بينها اعمل الان ويل. فالاتشنت اللي بيشيل الاوكسايد هو الهيدروفلوريك اسيد وده خطر جدا جدا لانه كان سويب ثرو السكن ويتس ذا بون بيقدر كده يتخلل من خلال جلد الانسان ويوصل للعظم وياكله. فعشان كده مهم جدا الناس تبقى عارفه الكلام ده ويبقى فيه سيفتي بريكوشنز عشان نشتغل في صناعه الانتجريتد سيركتس. ده بيعمل ايه بقى مستو الهيدروفلوريك اسيد ده انه بيقدر يشيل الاوكسايد اللي هو فين بقى اللي هو مفهوش فوقه اي فوتوريزيست وده اللي انا عايزه. عايز افتح الدنيا كلها لغايه ما اوصل لسطح الويفر اللي حامل فيها الان ويل اهو وخلاص كده بقى سطح الويفر عريان خالص. شلت من هنا الفوتوريزيست وشلت من هنا الفوتوريزيست والاوكسايد مع بعض يبقى اتشال من هنا الطبقتين بتوع الفوتوريزيست والاوكسايد. بس قبل بقى ما احط الان دوبنت واخليهم يخشوا هنا قلنا سواء بالديفيوجن او بالايون امبلانتيشن البروسيس دي بتبقى محتاج درجه حراره عاليه ممكن جدا الفوتوريزيست ده يسيح ويبوظ لي الدنيا. فعشان كده قبل ما اعمل ايون امبلانتيشن لازم اشيل الفوتوريزيست واخلي بس طبقه السيليكون دايوكسيد دي هي البروتكتيف لاير اللي موجوده في الاماكن اللي انا مش عايز ادخل فيها الدوبنت. عشان كده بنروح ل some acid mixture of acids يعني كده مجموعه من الاحماض بيسموها بيرانا اتش ده بقدر اشيل بيه الفوتوريزيست اللي فوق الاوكسايد. قلنا عشان ما يسيحش الفوتوريزيست ويبوظ لي الدنيا وانا بعمل الديفيوجن او الايون امبلانتيشن. خلاص شلت الفوتوريزيست من هنا اصبحت كده الويفر معده اعداد جيد ان انا اجيب الدوبنت هنا سواء بالديفيوجن او بالايون امبلانتيشن وطبعا هيخش كل في من خلال الويندو اللي مفتوح ده لكن هنا طبعا الاوكسايد ده هيمنعه مش هيقدر يخش وهنا طبعا كمان الاوكسايد ده هيمنعه مش هيقدر يخش. يبقى كده انا حددت الحته اللي انا عايز اعمل فيها الان ويل. كده اجيب بقى الان ويل زي ما قلنا يا بالديفيوجن يا بالايون امبلانتيشن. قديما الديفيوجن كان هو السائد دلوقتي ممكن تلاقيه بس تلاقيه بقى في التكنولوجي القديمه شويه لكن ريسنتلي كلهم بيستخدموا ايه الايون امبلانتيشن. ودي قلنا الديفيوجن ان انا بحط الويفر داخل فرن واعدي عليه الارسينيك جاس اللي هو البنتافيلنت اتومز واسيبه لوقت معين لغايه ما الارسينيك اتومز ديت تجد ديفيوزد جوه من خلال السيليكون المكشوف او المكان اللي ما فيهوش سيليكون داي اوكسيد المكان العريان من السيليكون. لكن الايون امبلانتيشن بعد رفور بيم اوف ارسينيك ايونز زي ما قلنا كده كانه بالظبط كده يعني جان بتطلع بيم اوف ايونز بقدر اسلط البيم ده في الاماكن اللي انا عايز احولها من بي الى ان واعمل الان ويل وطبعا ديت ادق بكتير من الديفيوجن. والايونز ديت حتى لو بعدت عن الويندو اللي مفتوح بعمل فيه فهي والجيت بلوكد بي طبقه البروتكتيف لاير اوف سيليكون دايوكسيد اللي موجود هتخش فقط من هنا. وطبعا ممكن تعمل لاترال ديفيوجن صغير من هنا وتعمل لاترال ديفيوجن صغير من هنا لكن في النهايه انا قدرت اعمل الان ويل اهو اللي هعمل عليه البي تايب ترانزستور. بعد كده بقى الاوكسايد اللي هو فوق الويفر ده مش هحتاجه لازم اشيله خالص من فوق الويفر مره تانية بالهيدروفلوريك اسيد. وبعد كده الويفر هتكون معدة بقى للخطوة اللي بعد كده بس المرة دي بقى الويفر موجود في داخلها ايه الان ويل ادي الان ويل وهكذا بقى. يعني العملية اللي احنا شفناها دي
ان انا اغطي الويفر كلها بالسيليكون دايوكسيد كبروتكتيف لاير، وبعدين احط عليها اغطيها كلها بالفوتو ريزيست، وبعدين اجيب ماسك. الماسك ده يديني امكانيه ان انا اوصل للاماكن اللي عايز اعمل فيها زي ما انا عايز. عايز اعمل بولي سيليكون للجيت، عايز اعمل ان ديفيوجن للان شانل ترانزستور، عايز اعمل بي ديفيوجن للبي شانل ترانزستور. الاماكن دي بحددها عن طريق ان انا احط طبقه السيليكون دايوكسيد على كل الويفر، طبقه الفوتو ريزيست على كل الويفر، وبعد كده احط ماسك واعرض يو في. اليو في ده الالترا فايولت هينزل في الاماكن اللي انا عايز افتحها، بحيث الفوتو ريزيست في الاماكن دي اقدر بعد كده اشيله باتشنت مظبوط، وبعد كده بشيل كل الفوتو ريزيست اللي موجود. وبعد كده طبعا قبل ما اشيل كل الفوتو ريزيست بشيل السيليكون دايوكسيد من خلال الفتحات اللي كونتها، وبعدين اشيل كل الفوتو ريزيست. يتفضل لي الويفر سطحها كله مغطى بالسيليكون دايوكسيد كبروتكتيف لاير، الا في اماكن محدده انا فتحتها وعايز احط فيها اللي انا عايزه بقى. عايز احط فيها تراي فيلنت اتوم عشان اعمل بي شانل ترانزستور، عايز احط فيها بنتا فيلنت اتوم عشان اعمل ان شانل ترانزستور، او عايز احط فيها البولي سيليكون عشان اقدر اعمل الجيتس، او عايز اعمل كونتاكتس بقى الكونتاكتس الخارجيه والميتاليزيشن للتشيب. اوكي، بعد ما عملنا الويل هنعمل بقى البولي سيليكون. البولي سيليكون ده عباره عن ايه بقى؟ هو عبارة عن conductive material بتحل محل الميتال في عمل الجيتس للCMOS technology سواء كان NMOS أو PMOS. دي بتكون طبقة رفيعة جدا من الأتوميك لايرز 20 inch، وبنعملها الأول بنديبوزيت very thin of layer very thin layer of gate oxide اوكي في حدود ال 20 انش. الجيت اوكسايد ده هو اللي هو الداي الكتريك بتاع الجيت للان موس والبي موس. يبقى قبل ما نعمل البولي سيليكون، لان انا ايه قلنا ميتال، الميتال هو البولي سيليكون وبعدين اوكسايد وبعدين الويفر. فالويفر احط فيها طبقه جيت اوكسايد، بتكون طبقه ثين فيري ثين جيت اوكسايد عشان الافيشنت performance of the NMOS and PMOS، بيحتاج إلى طبقة الداي إلكتريك ديت اللي تحت الجيت تكون صغيرة جدا في حدود 20 أمش. بعد كده بقى هحط إيه بقى؟ البولي سيليكون. في تكنيك اسمه chemical vapor deposition. أنا بجيب مادة في صورة vapor أو مادتين، دي chemical react وبيديبوزيت السيليكون لاير، والسيليكون لاير دي بتكون عبارة عن بولي سيليكون، يعني مش ملوش استراكشر محدد، لا بيكون ايه بولي كريستالاين سيليكون، وكمان بيكون هيفلي دوبت عشان هو كوندكتيف ماتيريال. ده بحط الويفر في فرن من السايلين اللي هو جاس سيليكون اس اي اتش 4 سايلين، بيطلع منه سيليكون في على هيئة بولي كريستالز بنسميها البولي سيليكون، وبتكون heavily doped عشان هي conductive material. دي اللي بنعمل بيها الجيت بتاعت الترانزستور في CMOS technology. اهي كده اهو الثين ال very thin gate oxide اهو. وكده اول حاجة عملناها غطينا كل الويفر بالبولي سيليكون. طب انا عايز البولي سيليكون ده يكون على كل الويفر؟ لا، انا عايز يكون في مكان الجيت بتاعت البي ومكان الجيت بتاعت الان، وبالتالي بالتكنيك بقى اللي احنا عارفينه نحط الاوكسايد، نحط الفوتو ريزيست، نجيب الماسك، نحط اليو في، نشيل الفوتو ريزيست، نشيل الاوكسايد، نبقى نعري بس الحته اللي احنا عايزين ايه نخلي فيها البولي سيليكون، ونقيتش اوي كل الحاجات التانية. اوكي، ده اللي بنسميه بولي سيليكون باترن بنفس التكنيك اللي احنا قلنا عليه اللي هو الليثوجرافيك تكنيك. ان احنا بنغطي السيليكون دايوكسيد، بنغطي بالبولي سيليكون، بنجيب الماسك، بنحط يو في، بعد كده بن اتش اوي بوث الفوتو ريزيست والسيليكون من الاماكن اللي احنا عايزين نعبي فيها البولي سيليكون او اي ماتيريال تاني. اهي ده كده الجيت، وطبعا الشكل ده
انا عايز جيت هنا مظبوط للبي تايب ترانزستور وجيت هنا للان تايب ترانزستور، لكن ده بعمل انفرتر والتو جيتس في النهايه انا عايز اوصلهم ببعض واجيب كده هنا كونتاكت عشان الانبوت، فعشان كده الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. وخلاص بقيت شاوي كل البولي سيليكون اللي موجود اللي انا مش عايزه، يتفضل لي هنا البولي سيليكون يديني جيت كونتاكت ماتيريال وثين اوكسايد، بولي سيليكون للبي تايب ترانزستور وثين اوكسايد. يبقى كده انا بعد ايه التو جيتس، الجيت بتاعت الان تايب ترانزستور اللي هو هيتصنع على بي سبستريت، والجيت بتاعت البي تايب ترانزستور اللي هو هيتصنع على ان سبستريت. البروسيس دي بنسميها سيلف الايند بروسيس، ودي الحقيقه الميزه بتاعت البولي سيليكون. البولي سيليكون بقى ميزته انه لما اجي اعمل ديفيوجن مثلا ان دوبنت بالارسنيك اتومز، الجزء بتاع الجيت اللي هو متغطي بالبولي سيليكون بكتفي بالبولي سيليكون كبروتكتيف لاير ومش هينزل الارسنيك بحيث انه يقلب لي الجيت او ينزل داخل المكان بتاع الجيت، وبالتالي ده اللي بنسميه سيلف الايند. يعني السورس displaced من الدرين بخلال البولي سيليكون الجيت، والبولي سيليكون نفسه هو اللي بيديني الدايمنشن بتاع الشانل وبيمنع اي ديبوزيشن او اي امبلانتيشن داخل الريجونز اللي انا مش عايزها. ودلوقتي هعمل عمليه الان ديفيوجن عشان اعمل ايه بقى بيها في الان موس، عايز اعمل السورس والدرين، وزي ما قلنا قبل كده الان ويل كمان لازم اعمل له كونتاكت عشان لازم ال N well يتوصل بال GDD. اهو حطينا ال protective layer وزي ما قلنا من السيليكون دايكسايد، وزي ما قلنا اهو سيلف الاين، يعني هيجي من هنا السورس ومن هنا الدرين. لما اجي افتح هنا السورس وافتح هنا للدرين، ولو عملت الديفيوجن ماسك بحيث يفتح لي المكان ده كله عشان انزل منه الارسنيك اتومز، حاجه ان الارسنيك اتومز هتخش هنا وهتخش هنا، واللي هيحدد التشانل هو البولي سيليكون، وكمان اللي هيمنع دخول وتغيير التشانل هنا هو البولي سيليكون. عشان كده بنسمي العمليه ديت ايه، سيلف الايند بروسيس. اوكي الان ديفيوجن دلوقتي نفس الكلام، فوتوليثوغرافي اغطي بالسيليكون دايكسايد، بعد كده بال فوتو ريزيست، بعد كده ماسك وعرض لليو في، وافتح الاماكن اللي عايز احط فيها اعمل فيها الان ديفيوجن او اللي هي الان بلس ريجنز. اورايت ادي الماسك بتاع الان ديفيوجن، هنا سورس درين وسيل سوري وسيلف الاين، لان البولي سيليكون بتاع الجيت هيمنع الان ديفيوجن انه ينزل تحت، وهنا هتبقى التشانل. وكمان بعمل ان بلس هنا على الان ويل عشان عايز اعمل كونتاكت. ليه بقى بعمل كده؟ لان انا عايز اعمل ايه، عايز اوصل الان ويل دي في النهايه للهاي فولتج في دي دي عشان البي موس ترانزستور يشتغل كويس. وبالتالي لو انا عملت كونتاكت كده، حطيت ميتال هنا عشان اوصل الفي دي دي للان ويل، ممكن الميتال سيمي كوندكتور يعمل لي شوتكي دايود، يبقى ميتال سيمي كوندكتور كونتاكت من النوع ريكتيفاين. بس انا لو جيت بقى للان قبل اعمل الكونتاكت، الان دي خليتها ان بلس بقت هيفلي دوب وحطيت هنا الميتال، يبقى انا ضمنت كده ان الكونتاكت اللي هتبقى هنا تبقى اوميك كونتاكت، الكرنت يخش فيها ويطلع منها باي دايركشنال كونتاكت هي الاوميك كونتاكت. عشان كده كان لازم مع الان بلس ديفيوجن اعمل كمان ويندو هنا اقلب الان ويل الى ان بلس عشان اقدر اعمل الكونتاكت باوميك كونتاكت. وادي بقى شكل ايه الويفر بعد ما عملنا الان بلس. ان بلس للدرين بتاع الان وسط الان تشانل ترانزستور، وادي ان بلس للسورس، وكمان ان بلس عشان اعمل هنا كونتاكت اوميك كونتاكت يمين للان ويل. وبعد كده بقى الاوكسايد اللي كان موجود البروتكتيف لاير اللي كانت موجوده دي انا مش محتاجها دلوقتي،
فبنشيلها كلها وتبقى الويفر ترجع زي ما كان هي نظيفة جدا. مستعدين دلوقتي لإيه؟ بعد ما خلصنا الـ N channel transistor والكونتاكت، فاضل أعمل بقى الـ P channel. عايز أعمل السورس هنا بتاع الـ P channel، سوري الدرين، والسورس هنا، هنا الدرين وهنا السورس بتاع الـ P channel transistor في الـ N substrate. وما ننساش كمان إن الـ P substrate دي عايز أعمل لها كونتاكت وأوصلها بالجراوند، فلازم كمان أعمل هنا إيه؟ زي ما عملنا هنا N plus، لازم كمان أعمل هنا إيه؟ الـ P plus. اوكي، يبقى البي بلس دي اللي هتعمل للكونتاكت بتاع البي سبستريت، وكمان للسورس والدرين بتوع البي شانل. اوكي، البي ديفيوجن اجين، بنغطي الويفر بالسيليكون داي اكسايد وبعدين بالفوتو ريزيست، وبعدين بنحط الماسك اهو. الماسك بيحدد لنا اهو بقى الاماكن اللي احنا عايزين نعمل فيها البي ديفيوجن. هنا عايزين نعمل كونتاكت ل البي سبستريت، وهنا عايزين نعمل السورس والدرين بتاع البي شانل. وزي ما قلنا، رغم ان الماسك فتح الفتحه دي كلها، بس اتس سيلف الاين، هيبقى عندي الجيت هنا هتمنع تكوين بي للشانل، مش هتوصل بي بلس ديفيوجن للشانل، ويبقى هي دي الشانل مش هتكون فيها ابدا اللون ده زي ما هنشوف بعد كده اهو. يبقى وجود الجيت هنا منع البي بلس من يوصل هنا، زي ما الجيت اللي هنا منعت الان بلس توصل لهنا، ويبقى خلاص كده اكتمل عندي التشانل او الانفرتر. ده ال N بلس ال N شانل ترانزستور، ودي الكونتاكت لل P سبستريت، وده ال P شانل ترانزستور، ودي الكونتاكت لل N ويل. اوكي، فاضل بقى اعمل الكونتاكت والميتاليزيشن. انا عايز اعمل كام كونتاكت هنا؟ عايز اعمل كونتاكت عشان اوصل بيها ال N بلس لل VDD، يكون معاها كمان الدرين بتاع البي شانل ترانزستور، وعايز اعمل كونتاكت للسورس بتاع البي والدرين بتاع الان، لكن لازم يكونوا الاتنين متوصلين ببعض. وبعد كده عايز اعمل كونتاكت للسورس مع البي سبستريت، عشان دول لازم يتوصلوا للجراوند، وهنا دول لازم يتوصلوا، الاثنين دول مع بعض يتوصلوا بالـ VDD. يبقى نشوف الأول الكونتاكت، نشوف الكونتاكتس اللي هنعملها. أوكي، يبقى الكونتاكتس أهي، نفس الفوتو لوثوجرافيك تكنيك، بحط الأوكسايد، فوتو ريزيست، ماسك، يو في، يو ستريب أواي الفوتو ريزيست، ثاني يو ستريب أواي الأوكسايد اللي تحت الفوتو ريزيست، عشان توصل للكونتاكتس بالطريقة دي. ادي كونتاكت ديت عشان نوصل بيها ال N well، ودي كونتاكت عشان نوصل بيها الدرين بتاع ال P channel، كونتاكت نوصل من خلالها السورس بتاع ال P channel، كونتاكت للدرين بتاع ال N channel، كونتاكت للسورس بتاع ال N channel، كونتاكت لل P substrate. واحنا عايزين نوصل الاثنين دول زي ما قلنا كمان مع بعض بالميتال بقى، طبعا في البروسيس بتاعت الميتاليزيشن دول لازم يتوصلوا مع بعض، يتوصلوا بالجراوند زي ما شفنا، ودول كمان لازم يتوصلوا مع بعض ويتوصلوا بالفي دي دي زي ما شفنا. مظبوط، سوري، ديب دي بالفي دي دي، دي مجرد سيمبل كده عشان ايه يقول لنا ده كونتاكت، لكن ده الدرين بتاع البي شانل، وده الكونتاكت بتاع الان ويل، الاثنين يتوصلوا مع بعض يروحوا للبي دي دي. خلاص دي مش عايزين حاجه. اوكي، اهو يبقى دي الكونتاكت بتاعت ال N well مع الدرين، وفي عمليه الميتاليزيشن نوصلهم مع بعض، ودي الكونتاكت بتاع السورس والكونتاكت بتاع البي سبستريت في عمليه الميتاليزيشن يتوصلوا مع بعض، وكمان الدرين بتاع ال N channel مع السورس بتاع البي شانل في عملية الميتاليزيشن يتوصلوا مع بعض. وطبعا التو جيتس دول اوكي هم اوريدي متوصلين مع بعض من خلال زي ما شفنا البولي سيليكون. ميتاليزيشن، بنغطي كل سطح الويفر بالالومنيوم، وبعدين نحط بقى سيليكون دايوكسيد، ونحط فوتو ريزيست، والاماكن اللي احنا عايزين نشيل منها الالومنيوم نعمل لها ايه بقى، ماسكينج، ونشيل
الالومنيوم منها، ويبقى عندي اهو ده الماسك بتاع مين؟ بتاع الميتاليزيشن اهو، ده ال VDD، وهنا التو كونتاكتس بتوعنا هيتحط لهم ميتال، بحيث يبقى ايه؟ بحيث يبقى الدرين اوف ذا بي شانل، الدرين اوف ذا بي شانل مع الكونتاكت بتاع ال N ويل توصلوا مع بعضهم هيروحوا لل VDD، وبعدين دي الجيت اهي متوصله بالجيت دي، مش اي مشاكل فيها، اوريدي هما كانوا اوريدي متوصلين بالسيليكون دايكسايد من الاول، وبعدين دي هتوصل لنا السورس بتاع البي شانل بالدرين بتاع ال N شانل، وبعدين هنا على طول البي سبستريت كونتاكت مع السورس بتاع ال N شانل ترانزستور متوصلين مع بعض، ودي طبعا اللي المفروض تروح لمين؟ دي اللي تروح للجراوند، ودي اللي تروح لمين؟ لل VDD. اوكي اهي دول مع بعض اهم هيروحوا لل VDD، ودول مع بعض اهم هيروحوا للجراوند، وادي الدرين بتاع ال N channel اهو متوصل بالسورس بتاع ايه بقى؟ بتاع ال P channel. وبعد كده بقى كل ده جوه التشيب، هيطلع من بره التشيب ايه؟ هيطلع من بره التشيب البادز بقى اللي هتطلع، تطلع دي عشان تروح لل VDD، ويطلع من هنا عشان يروح لمين؟ للجراوند، ويطلع من الفوتو البولي سيليكون اللي كان موجود عشان يديني الانبوت مظبوط، وبعد كده يطلع من السورس مع الدرين دول للباد من بره عشان يديني مين؟ عشان يديلي الاوتبوت مظبوط. وده كده عمليه الانفرتر او الفابريكيشن اوف ان انفرتر. طبعا زي ما قلنا احنا عملنا ان تشانل وعملنا بي تشانل، وصلنا بكيفية معينة عشان نعمل انفرتر. أي ديجيتال سيستم، أي ديجيتال نتورك مكونة من بي موس، معمولة بالسي موس تكنولوجي، فيها عدد من الان موس ترانزستورز ومساوي لعدد من البي موس ترانزستورز. ازاي اقدر اعمل بي موس زي ما شفنا؟ ازاي اعمل ان موس زي ما شفنا؟ لكن لو هي بقى كومبليكيتد نتورك، الان موس ده بيتكرر كذا مرة في نفس البروسيس، نفس اللي بيتغير بس الماسك. انت عايز تعمل كام هنا؟ الماسك كان بيحدد لنا بس سنجل ترانزستور. لو انا عايز اعمل as many transistor as I wish في اللي اوت بقى بتاع الشيب، بقدر اعمل ماسك عشان يمكنني ان انا اعمل عدد الترانزستور اللي انا عايزهم كأن channel transistors. متوصلين ازاي؟ بعملهم في عملية الميتاليزيشن، موضوع اللي اوت اهو، و set of masks هي اللي ايه بتخليني اصنع، بعمل في اللي اوت بتاع الشيب عموما مظبوط. وكل ماسك ده بقى التكنولوجي بتحدد مينيمم دايمنشنز، المينيمم دايمنشنز ده بيحدد للشانل لينث، يعني اقل دايمنشن ممكن اصنعها في تكنولوجي معين ده بخليني للشانل لينث، عشان اضمن بكده بقى بسبيد فاست لو كوست اند لو باور. كل ما يكون الشانل بتاع الترانزستور صغيره، كل ما يبقى الكرنت ده قليل، كل ما اقدر احدد بيه السبيد كوست اند باور، اوبتيمم سبيد كوست اند باور. كل تكنولوجي في الانتجريتد سيركت تكنولوجيز لها بارامتر مهم جدا بيسموه الفيتشر سايز او المينيمم فيتشر سايز، وهي اللي بتحدد لي الشانل لينث، المسافه بين السورس والدرين. ولو نرجع للي احنا عملناه، اللي بيحدد المسافة دي في السيلف ألاين بروسيس هو الـ thickness، the lower thickness of the polysilicon، ده اللي بيحدد الشانل. يبقى المينيمم ويدث بتاع البوليسيليكون هو اللي بيحدد الشانل لينث. اوكي، وزي ما قلنا تبقى الـ دي مورجانز لو بقى الفيتشر سايز ده بيقل، وتقريبا عدد الترانزستور بتتضاعف كل مثلا سنتين او 26 شهر او وات ايفر. هنا الراجل بيقترح انه ايه؟ كل 3 سنين بتتحسن بنسبة 30%، طبعا ليه الترم. وال different fabs اتفقوا على انهم يعملوا ايه بقى؟ انهم يعملوا normalization لل dimensions بتاع الترانزستور. يعني بدل ما تاخد انت مثلا
التكنولوجي بتاعت ال 0.3 مايكرون او ال 65 نانومتر او ال 22 نانومتر، وتعمل اللاي اوت بتاعك بيزد على الدايمنشنز بتاعت التكنولوجي. هم اقترحوا انه لا، هنعمل نورماليزيشن بارامتر اسمه لامدا، ده كل الناس هتعمل لاي اوت بتاعها بعد ما تجيب الديزاين رولز من الفاب لاين، هتعمل الدايمنشنز كلها بلامدا، ولامدا ده هو نص المينيمم فيتشر سايز، يعني بتقدم اللاي اوت بتاعك بدايمنشن اسمه لامدا، وبيبقى معروف بقى المينيمم لينث اوف تشانل عباره عن 2 لامدا اللي هو الفيتشر سايز. يعني مثلا لو انت شغال في ال 0.6 مايكرومتر تكنولوجي، دي معناها ايه؟ معناها كل لمضة حاططها انت على اللاي اوت تمثل 0.3 مايكرومتر. اوكي، وكل بقى فاب لاين بيطلع له الايه حسب التكنولوجي وحسب الماشينز بتاعته، بيطلع سيت اوف ديزاين رولز. فيقول لك او خلي بالك بقى، لو انت بتعمل عايز تصنع الانتجريتد سيركتس عند الفاب لاين ده، خلي بالك بقى لو انت عامل ميتال طبقه ميتال او ميتال 1، الميتال لازم يبعد عن الميتال ايدج، يبعد عن الميتال ايدج بفور لامدا، يعني 2 مينيمم فيتشر سايز، والويت لازم يكون 4 لامدا. ونفس الكلام بالنسبه لطبقه الميتال 2. ولو انت بتعمل ديفيوجن بروسيس، خلي بالك اي 2 ديفيوجنز لازم الايدج بتاع الاولاني مع الايدج بتاع الثاني يكون سيبريتد باي 4 لامدا، والويت هو 4 لامدا. لو انت بتعمل بولي سيليكون، البولي سيليكون ويت اهو 2 لامدا، ده اللي بيمثل شانل لينث اللي احنا قلنا عليه، وهيبقى ايه هو المينيمم فيتشر سايز، مظبوط. وبعد كده لو بقى هتعمل الان ويل، فدي الدايمنشنز بتاعتك اللي لازم تلتزم بيها، ولو بتعمل كونتاكس دي الدايمنشنز بتاعتك اللي انت لازم تلتزم بيها للتكنولوجي اللي هي بتديك الديزاين رولز دي. يعني قبل ما تحدد اللاي اوت بتاعك لازم تبقى عارف انت هتروح لاي تكنولوجي ولاي فاب لاينز وتجيب منه الديزاين رولز. وعموما في سوفت ويرز دلوقتي هي اللي بتمكنك من انك تعمل اللاي اوت، وبتديك الديزاين رولز بتاع الديفرنت فاب لاينز، بتختار منها الفاب لاين اللي انت عايز تعمل فيه تفابريكيت فيه الانتجريتد سيركتس ايفينشوالي. كويس، يبقى احنا دلوقتي اللاي اوت اهم حاجه في اللاي اوت هو الترانزستور سايز اللي هو الويدث للليد. ده بارامتر مهم جدا وهنشوف قدام شويه في المحاضرات انه ده من اهم البارامترز اللي موجوده، والدايمنشن بتاع الترانزستور هي نسبه الويدث الى الليد. فور اكزامبل، مثلا لو انا عندي ترانزستور ال W4 لامدا وال L2 لامدا، 2 لامدا ده اقل حاجه اقدر اجيبها اللي هي المينيمم فيتشر سايز F، وبالتالي الترانزستور ده هو اقل ترانزستور ممكن اعمله، عشان كده بنسميه this is a one unit or a single unit transistor. لو احنا شغالين مثلا في process اللي هي 0.6 micrometer process او technology، يعني معنى كده انه ال width هيكون 1.2 micrometer وال length هيكون 0.6 micrometer. هنا مثلا ده inverter بالشكل ده، ال width لل length بتاع ال P channel هو 8 to 2 اهو، اللينث اهو بيحدده البولي سيليكون 2. بالنسبة لنا هنا this is a ال 4 لامدا بتوعنا، وهنا ال 8 لامدا بتوعنا، يبقى هنا 4 to 2 و 8 to 2. لكن ال minimum side inverter او unit inverter بيكون ال P channel W to L بتاعته ب 2، وال N channel بيكون W to L ب 1، وده عشان اقدر اعمل symmetrical output، ويبقى الفول تايم هو يساوي الرايز تايم. الفول تايم بتاع السيجنال يساوي الرايز تايم. ويبقى لو انا حطيت هنا مثلا سكوير ويف بانفيرت ده ايفنلي في التايم ديوريشن، وتطلع لي هنا سكوير ويف ايفنلي، وانا عارف ان البي شانل ترانزستور الموبيليتي بتاعت الهولز قليله، تقريبا نص الموبيليتي بتاعت الالكترونز، فعشان كده بخلي ال W over L هنا ب 2، بكبر ال width شويه عشان اقدر احط كارنت كتير خلال هذا ال width، لان الكارنت بيتناسب مع W، وهنا الكارنت بيكون اقل. ده بيضمن لي انه ايه بقى؟
الويف اللي داخلها هنا تطلع سيمتريكال ويف للفول تايم بتاعها قد الرايز تايم، وده هو الستاندرد بتاعنا اللي احنا هنقيس عليه كل الديجيتال نتوركس. هنريفير لايه؟ لليونت سايز او مينيمم سايز انفرتر اللي ال W over L بتاع ال P بتاعته ب 2 وال W over L بتاعت ال N بتاعته ب 1. اوكي، in summarizing or wrapping up this، الموس ترانزستور ده عبارة عن ثلاثة لايرز فوق بعضيهم، جيت من الميتال وبعدين اوكسايد وبعدين السيليكون، وبعدين they are treated as switches but electrically controlled switches. بنقدر بالجيت فولتج نتحكم في السويتش ده كان هو اون ولا اوف، وبنقدر من هذا الترانزستور نعمل اللوجيك جيتس اللي احنا عايزينه، ومن خلال لاي اوت احنا بنعمله للترانزستور كام ترانزستور وفين متوصلين ازاي، لاي اوت وسيت اوف ماسكس بنقدر نعمل الديجيتال نتورك اللي احنا عايزينها. وكده يبقى احنا جاهزين عشان نوصل بقى ايه للديزاين سكيماتكس ونشوف السبيسيفيك جيتس بنعملها ازاي والسكيماتيك بتاعها، وبنقدر نقيس البرفورمانس ازاي. وده ان شاء الله هيكون في الليكتشرز تو كام، يعني انا فاضل لي معاكم 3 ليكتشرز 3 و4 و5 ان شاء الله نحاول نغطي الحاجات ديت فيها.